وفي إطار الجهود لمعالجة الحجاج المصريين والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم، قامت البعثة الرسمية للحج برئاسة اللواء علاء الأحمدي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، يرافقه رئيس البعثة الطبية المصرية ورؤساء البعثات النوعية بجولة تفقدية لمستشفيات الأراضي المقدسة. جاهزية تامة من قبل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالأراضي المقدسة لاستقبال الحالات المرضية من ضيوف الرحمن ومنهم الحجاج المصريين لتقديم الرعاية الطبية لهم بشكل مجود. البعثة المصرية الرسمية قامت بجولة تفقدية بتلك المراكز والتي يعالج بها الحالات المرضية من الحجاج المصريين للوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لهم على مدار الساعة. 5 حالات فقط منومين في المستشفيات، 4 في مكة هنا وفي واحدة في المدينة. الحالات بتاعنا بصينا على نظرنا الحالات وشفنا الرعاية الطبية بالجودة العالية اللي المستشفيات السعودية والمملكة بتقدمها لكافة الحجاج والحجاج المصريين، وطبعا بنشكرهم على يعني تقديم الخدمة الرائعة اللي بيقدموها لكافة الحجاج وبالجودة العالية ديت. الحجاج اللي هنا الاثنين المصريين اللي هنا موجودين هنا شفنا يعني نظرناهم دلوقتي حالتهم الحمد لله مستقرة، هم موجودين في غرف عادية، في حالة عنده كلى في عظمة الحوض يعني في الفخذ، الحالة التانية هو مريض عنده يعني جلطة في المخ وكنا لسه عنده دلوقتي وبنشوفه، وان شاء الله برضو ان شاء الله هيطلع مدير المستشفى هنا، هو طالع في القافلة ان شاء الله اللي هتطلع ان شاء الله المشاعر ان شاء الله. كما حرصت البعثة المصرية الرسمية للحجيج بالتأكيد على تفويج الحالات المرضية من الحجاج المصريين لأداء المناسك والوقوف بعرفة بالتنسيق مع السلطات السعودية. بنقوم بكل جهدنا لكي انه يكون الحج حج آمن، ونحاول انه نحن يعني نطلع بمستوى لائق في كل المجالات. الحجاج هنا عندنا بتكون عندنا عبارة عن طريقين لطلوعهم للحج، إما عن طريق يذهبوا مع بعثاتهم أو عن طريق القافلة اللي نحن ننظمها للحجاج اللي ما يقدروا يطلعوا مع بعثاتهم. تفوت عليه في اليوم صباحي ومسائي، بنتابع لحد تحسن الحالة، تابع ملف المريض الطبي يوميا صبح وبالليل عشان لو في أي إجراء محتاجينه أو أي حاجة محتاجينها، ولحد خروج الحالة بننسق مع البعثة عشان تخرج الحالة وتتابع معاه بحيث ما يخرجش لوحده من الإسعاف، بس فلازم حد من عندنا من البعثة يخرج معاه بالإسعاف لحد ما يبقى في البيت. قبول واستحسان من قبل المرضى المصريين لما يقدم لهم من خدمات علاجية مجودة سواء من السلطات السعودية أو البعثة الطبية المصرية. نزل مع السلم الكهرباء بتاع المدار، رحت مزحلق، رحت واقع عليه، عملت لي زي كدمة كده في رجلي، عجزتني عجيز زي ما تقول، كمان ما قدرش اتحرك منها خالص. بس فبصراحة الجماعة مشكورين، هم يعني موضوع الكلى ده ما قايمين بالواجب كله. خدمة الحجيج شرف لنا واقع ملموس، لمسه ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين خلال الخدمات العلاجية والتشخيصية التي قدمتها السلطات السعودية لتوفير الأجواء الروحانية لهم في طمأنينة ويسر. محمد حلمي، التلفزيون المصري.